نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، مشرفنا يا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وتحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عربي، وكابتن عادل ابو رحمه. اهلا كابتن. منور يا كابتن. مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن في البدايه على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي المحل. قبل ما نروح لطاقم التحكيم هنتكلم، المباراه النهارده كانت بدون تقنيه الفار، ودي عمليه صعبه جدا جدا طبعا. كابتن ايمن، وهقول ليه صعبه، لان خلي بالك وانت يعني كنت حكم، لما بتلعب على تقنيه الفار عامل مساعد ليك بتبقى حتى مطمن وانت بتلعب. صحيح. بدون تقنيه الفار بتبقى انت قلقان جدا جدا، الا اذا كان الحكم عنده ثقه بنفسه. كابتن علاء النهارده البنا عنده ثقه بنفسه وثقه بقراراته. احنا ما بنتكلمش الكلام ده عشان خاطر هذه المباراه، ولكن هو دايما البنا ابدا دايما وابدا ما بيعولش على تقنيه الفار، بيشتغل على شغله التحكيمي دايما، بيجتهد وبياخد القرارات الصحيحه. الحاله النهارده والقرار اصعب يا كابتن علاء، النهارده كان قرار صعب جدا جدا اللي هي دقيقه 56، وده انا بقول القرار اصعب في المباراه مش من الحكم البنا، لا ده من الحكم المساعد حسن رمضان، لو حكم مساعد حسن رمضان اللي كان موجود ناحيه ركله الجزاء اللي تم احتسابها. انا جايب اللعبه دي الاول يا كابتن شريف لان دي مهمه جدا جدا، يمكن دي اصعب قرار في المباراه اللي خده الحكم المساعد مع الحكم، وده التعاون اللي احنا ما بنشوفوش قبل كده خالص. النهارده عشان خاطر مش موجود تقنيه الفار، النهارده هنشوف الحاله دي وهوريك ازاي المساعد اشار على المخالفه لحظه الصفاره اللي هي من محمود البنا. هنروح لطاقم التحكيم النهارده اللي موجود معانا هنا. محمود البنا كان حكم الميدان، عندنا الحكم المساعد رقم واحد محمد فاروق منطقه القاهره، المساعد رقم اثنين حسن رمضان اللي هو ناحيه ركله الجزاء اللي هي تم احتسابها من منطقه بني سويف، وعندنا الحكم الرابع ابراهيم محمد من منطقه الجيزه. نشوف القرار اللي هو الاصعب يا كابتن علاء، وده يهمني قوي قوي القرار دوت في المباراه، لان خلي بالك مفيش تقنيه الفار، ونشوف القرار دوت. شوف اللعبه اللي جايه وبس، نبص على المساعد يا كابتن هنا، بس المساعد، لان انا نفسي اشوف المساعد بس. بس في نفس اللحظه قبل ما نحل بس اللعبه، ده اللي احنا عاوزينه يا كابتن ايمن، عندنا عاوزين المساعدين عندهم الجرأة، عندهم الشجاعة شخصية نعم شخصية هنا جدا. كابتن شريف انت بتتكلم في حاجة مهمة جدا، كلما لما تلاقي حكم مساعد عنده قرار، خلي بالك بيدي قرار. هو ليه هو ادى هنا كابتن قبل بس ما نحل اللعبة؟ لأن الإيد هنا أكتر حاجة يشوفها هو حسن رمضان الحكم المساعد، زاوية الرؤية بتاعته يعني مفتوحة، وبالتالي هنا في نفس اللحظة البنا بيشاور بإيده الشمال، هنا حسن رمضان رافع على المخالفه. خلي بالك انا بقول الكلام دوت ليه؟ لان في حكام مساعدين كابتن عادل عندنا يعني للاسف الشديد، للاسف الشديد هو جاي لمهمه التسلل بس. لا انا بقول لجميع حكامنا المساعدين، ده نموذج للحكام المساعدين حسن رمضان، رغم ان هو ما خدش فرصته وهو من منطقه بني سويف، ولكن النهارده هذا القرار بالنسبه لي هو افضل قرار بالنسبه للحكم المساعد. شوف هنا اللعبه، وهنا البنا لم يتردد، وهنا المساعد على طول دخل في احتساب القرار، الاثنين اكدوا مع بعض. شوف هنا والايد هنا لحظه الباص ما بيتعمل، هنا الايد خرجت، وبعدين بعد ما جت كابتن راح لامم ايده، بعد ما جت الكره وهي ايده مفروده هنا خلاص، طالما الايد خرجت خارج نطاق الجسم، خدت محيط، وقفت الكره، انا ماليش علاقه بقى ايه بعد كده ايه اللي حصل. كابتن ناصر نعم، البنا بص التمركز ده فين، هات لي كده كابتن علاء معلش، انت قلت حاجه جميله كابتن علاء، بص التمركز عامل هات لي بص الاستعداد بتاعه كمان كابتن علاء بالظبط، ونازل الكوره كانه لعيب. لا هو بص بالزبط. هو عنده قراءه صح. عنده ومستعد للقرار. خلي بالك طول ما انت كحكم مش محضر للقرار ممكن اللعبه تفوتك، ممكن تفوتك، ولكن هو زي ما كابتن علاء كده تمام. كابتن علاء هو هنا محضر نفسه للقرار، حتى الوقفه بتاعته مظبوط بتقول ان انا هاخد قرار ايا كان هو حسب او ما حسبش. الكرة وقفت تحتيه كمان يا كابتن، الكرة هنا طبعا وقفت تحتيه، هنا ركلة جزاء تمام. انا يعني ركلة جزاء صحيحة 100%، ولكن انا زي ما قلت يا كابتن اسامة يهمني ايه؟ يهمني ده نموذج للتعاون ما بين الحكم المساعد وحكم الميدان في غياب تقنية الفار، وده كان أهم قرار بالنسبة لي يا كابتن علاء. ركلة جزاء طبعا صحيحة لصالح النادي الأهلي.